الحمد لله على السلامة واسفين على الرخامة. مرحب بكم برنامج الشرقاوي جاب من الآخر فلتبدأ المساخر. هتسمع كلامي وتمشي ورايا لازم تستحمل ازاي. عارفين المقدمة دي بتاعت برنامج ايه؟ طبعا مش مركزين. هنقولها تاني كده مع سمير الشرقاوي، عايزين نسمعها بصوتك. الحمد لله على السلامة واسفين على الرخامة. الحمد لله على السلامة واسفين على الرخامة. مرحب بكم برنامج الشرقاوي مجنون رسمي فلتبدأ المساخر. المقدمة دي تقريبا بسمعها كل يوم على الفطار بس بطريقة مختلفة لرامز جلال في رامز جاب من الآخر. احنا النهاردة في قرية تبع مركز الحسينية فاقوس في مركز فاقوس ومحافظة الشرقية، النسخة الشرقاوي من برنامج رامز جلال، برنامج رامز جاب من الآخر. معانا سمير الشرقاوي والجروب بتاعه التيم الجميل، الممثلين هم بيمثلوا كوميديا ساخرة، دول أفراد التيم. أيوة اسمك إيه؟ أيمن عبد الكريم. لا أنا عايز الأسماء المستعارة. امسك المايك. سبع الليل في البدايات طبعا. سبع الليل. واسمك سبرينا. وسبرينا كان البداية بتاعت سبرينا. واللي تعرف بيه اسم لمبي عبد الله. سمير الشرقاوي. سمير الشرقاوي فنان سوستة. طبعا دول الجروب بتاع سمير الشرقاوي اللي طبعا بيعمل البرنامج بتاع سمير الشرقاوي جاب من الاخر اللي هو النسخه الشرقاوي زي ما بنقول ل رامز جلال. رامز جاب من الاخر. زي ما انتم شايفين كده المكان اللي احنا فيه في الريف جنب الاراضي الزراعيه، هما بيعملوا كل المشاهد بتاعتهم في الترعه والغيط والاماكن كلها في الريف. يلا بقى ننزل علشان مع بعض كده ننزل شرقاوي. عاوزة منكم مشاهد، ابرز المشاهد اللي قلبت السوشيال ميديا. تمام. زي مثلا كان عندكم عزومة. قبل ما نبدا بالمشاهد الثانية عايزين نبدا بكده تمثيل لمشهد بتاع رامز جلال. كنتوا بتعملوا ايه بقى؟ والوحش اللي كنت الوحش كنت احنا نجيب الوحش بقى. ذكر البط موجود. موجود اهو. رغم ان في ناس زعلت ان الوحش والد بتعذبوه. لا مفيش تعذيب ولا حاجه. لا طيب خلونا الاول نتعرف كده، بدات من امتى؟ تمام. احنا كده بقالنا بتاع اربع سنين اهو. بدات بتاع سنه. ما كانش معايا حد. اتكلمت عم ايمن سبرينا. كان معارض صراحه الاول لان هو موظف اصلا. بتشتغل ايه في الاوقات؟ الأوقات. جميل. وبعد كده يعني انت بدات لوحدك؟ بدات لوحدي اهو على السوشيال بقالك اربع سنين. بدات لوحدي بتاع ست سبع شهور. كنت بتعمل ايه؟ كنت بعمل يعني حاجات مع نفسي كده، استكشات خفيفه كده، اجيب حياتنا على التيك توك واتكلم عليها. كنت بتكلم عن حاجات هادفه ولا مجرد؟ لا ما كانش هادف. ما كانش هادف. لسه بادين شغل هادف، بقى لنا سنه ونص. تمام. بقينا ندخل الكوميديا مع الهدف، يعني بقيت افيدك وضحكك. يعني الاول كان كل هدفنا ان احنا نضحك الناس الوقت لا فرجت. بقيت لقيت الاقبال على الصفحه بتاعتك والمشاهد بتاعتك والمشاهد التمثيليه بتاعتك دي زادت امتى؟ والله زادت لما بقينا نطور من نفسينا وبقينا نشتغل على حته الهدف. انني اطلع لك فكره تستفيد منها واضحكك، يعني افرحك وافيدك. لما ابتديت تقدم حاجه ليها معنى، ليها قيمه. تمام. صح كده؟ بدنا نظهر وبدنا نشاف، ابتدت الناس تحبنا. معلش لما يكون معايا دكتور على الصفحه او حد مثلا، حد من الناس اللي هي اللي لها قيمه في البلد، مش هيعمل لي مشاركه على فيديو تافه. ايوه. ادوار الناس اللي معاك ايه بقى؟ بتختاروا الادوار بتاعتكم ازاي؟ كل واحد له دوره، كل واحد له وقته. معلش عم ايمن ظهر علينا راجل كبير، مش ينفع يبقى ابن. فدايما يبقى اب. طبعا فيديو الكهرباء كان ترند، قاعد ترند 72 ساعه. الراجل اللي كان قطع الكهرباء هو. عايزين نتكلم بقى عن دور الكهرباء. هي فكره جات له كده، عملها. كان الجو حر. كان الدنيا في الحر، الجو كان صيف. قال عايزين نعمل فكره يعني ايه تبقى يعني كوميديا، فحب يصور جنب المحول. فكره الكهرباء. موضوع السكر بقى. موضوع السكر
عايزين نعرف موضوع السكر بقى. لو الموضوع ضبط عليا والله، يعني السكر كنت عامل ازمه في البلد صراحه، كنت عامل ازمه كبيره في البلد. في بقى جالي هو كان عشان خاطر يشرب شاي. يعني انتوا بتكافئوا الناس اللي هي مثلا بتستغل بنضطر نشتغل عليها، بس يعني ايه بطريقه كوميديه. ما فيش حساب. الوحيده اللي في الفريق. هنتعرف بيك ونعرف بقى دورك ايه. كلام يعني. وبعدين انت عرفتيني بنفسك، كنت الفنانه في البدايه. حكي يعني. كلام يعني. لحد فين؟ والله يعني الواحد طبعا نفسي يمثل، ودي طبعا دي حاجه لازم منها. فالطموح مش ان انا اخد 1000 ولا 2 ولا 3 من غير فيديوهات، لا، ان انا اتشاف واتحب واوصل لدماغي ان انا امثل. طب عايزين بقى نشوف مشهد تمثيلي دلوقتي بتاعكم. لازم حيره رامز ولا حاجه تاني؟ لا، حاجه منكم كده تلقائيه وبتحبوها واثرت في الناس. تمام. طب هل تمام ممكن نكتب هو دي لايف شغال ولا؟ احنا بس موبايل. تمام. تعملوا مشهد ايه؟ لا، اما كايمن مش السكر، انا عايز اما كايمن بنته هيجي جاي ياخد بنته. لا دي غضوبه، يعني محل ما يجي واحد يغضب واحد بنت بما بنت تزعل، مش ينفع ان انا ارجعها بالسهل يعني. طب يلا معانا العمل. تمام. انا قاعد. تعالى يا عبيرنا، تعالى يا عبيرنا، تعالى ايه انا اقعد نقط. ماشي تعالى نقعد يا عبيرنا، تعالى يا عبيرنا، تعالى هنا. الفكره عمايم هتيجي انت عبد الله ماشي، وتيجي بدك انت فاهم، ونيجي ناخد البنت. عارفينها ومثلنا سهل. هتيجي تاخد البنت. تاخد اقعد يا عبيد، تعالى سيستم. انت جاي ترجع بنت؟ تعالى. هم معاهم مايك؟ اديهم المايك، اديهم المايك. طب ايه بقى الجلابيه يا عم ايمن؟ لا اتكلم، لا اتكلم. يلا بتقولوا ايه؟ ده اول المشهد. يلا. هو كان في حمار وزي كده، بس احنا مش مكملينه يعني. ورينا بقى المشهد بتاعك. امسكوا بيدك علي يا عبد الله. المشهد بتاعك بيقول ايه؟ انتوا البدايه قلتوا ايه؟ هو نخش بقى، السلام عليكم. هو مشهد كده مع بعض. بص يا استاذ، هو يعني هو جاي، دي بنت ودي ابنه، فهو ابنه مغضبها، فهو جاي ياخد بنتي لابنه تاني يرجعها لبيت تاني. ماشي، خلي وقفتكم، خليك عندك عمال، مش تجرب مني جوه عشان خاطر اعرف اتعامل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج شرقاوي؟ الله يخليك. ايه يا عم، مش هتدينا بنت لبنت؟ جايبين معاكم فلوس ولا جايين فاضيين؟ لا فلوس. ايه يا عم، احنا في رمضان يا عم. انتوا جايبين معاكم فلوس ولا جايين فاضيين؟ لا مش جايبين. دلوقتي انتوا غضبتوا البت وضربتوها. ماشي. وكسرتوا عظمه. ماشي. تمام. وكنتوا قاعدينها من الجوع. تمام. هو اي حد بيغضب حد كده وخلاص، عشان ترجع معاك لازم تخسر. البيت عندي بقالها اسبوع. ماشي. واكله شاربه نايمه بمصاريف. دافع اول امبارح كارت الكهرباء 65 جنيه. هتدفع كهرباء وميه لاستهلاكاتهم. ليه يا عم، مش بنتك ولا ايه؟ امبارح جايب لي علبه سلمون. طب تصرف عليها. حضروا بصبعي في زورها، خلاها تطلع اللي واكلتهم بتاعت الملوك بتاع امبارح. يا عم بنت، جايبين معاكوا فلوس وجايين فاضيين. لا مش جايبين فلوس. البيت صرفه 3000 جنيه. يا عم اسمع الكلام بس. ايه اسمع الكلام، يبقى طلق. روح يلا اطلق، روح مش رمضان. جايبين معاكوا فلوس يا تدفعوا 500000 ونفضها. معلش يا سمير، احنا داخلين على عيد كده. عيد مش عندي عيد، ما تبقاش مروح. انتشر اهو، انتشر انتشر بالانس. جايبين معاكوا فلوس؟ لا. طب روح يلا، روح الكرول لك، روح الكرول كل ما تروح. مش اي حد يغضب حد وخلاص. طب روح يلا، الله الوكيل معاه وجع خالص. روح تشتمني كده البيت، تشتمني كده بيتنا. الله الوكيل ماني سايب يا مفتري. ده كان مشهد من ضمن اللي كنتوا بتعملوه. شويه ما هو في عنف، بس هو الفكره ان انت مش يعني لازم اتعامل بنات الناس كويس. مش ينفع ان انت تغضب اي حد وخلاص، مش ينفع ان انت تغضب بقى.
كده فصل. نكمل بقى نكمل. احنا دلوقتي عملنا مشهد تمثيلي، كنت تقصد بيه ايه؟ كنت هو المفروض ان انا رميت في البلغه، يعني هي المفروض ان هي مش ترمي، بس انا اتعمدت ان انا ارميها فيه. انني يعني مش ينفع ان انت تهين بنات الناس، انت جاب واحده لابنك او مجوز ابنك واحده، اعرف ان هي بنت ناس، عاملها زي بنتك. اه يعني انت تقصد برضه قضيه مش اي حد، ان انت مش نسبه الطلاق كترت والاهانات كترت، فانت مش ينفع ان انت تهين بنت ناس زي متربيه برضه، فحافظ عليها عشان خاطر لو عملت معاها كده هيحصل معاك كده. يعني دلوقتي لقيت اقبال عليكم يا سمير في السوشيال، في اقبال جامد وعدد المشاركات عندي، يعني الحمد لله عدد المشاركات زي عدد اللايكات، يعني التفاعل عندي في المشاركات، يعني فيديو لما ينزل في عندي فيديو كنت عامله السنه اللي فاتت جاب 23000 مشاركه. مش شويه يعني كمان. انا بقصد الناس حباكم ولا تنتقدكم؟ لا حابه الموضوع، الناس حابه الموضوع. كان في الاول انتقادات بتجاهله، تجاهل، ما بردش على حد. طب في تناقض، في تناقض وجهكم يصلح اكيد زي اي حد كل التعليقات وكل التناقشات اللي هي الاعتراضات وزي كده، يعني بشوفها حد يخش يعلق تعليق مش حلو عادي، بس بشوف. عايز اعرف انتوا بتعملوا مشاهد تمثيليه ازاي؟ المشاهد دي حسب الجو الوقت اللي احنا فيه، يعني احنا الوقت فيه رامز، في ناس بتخش تتفرج على البرنامج، فاحنا بنناقش قضيه رامز، يعني بنعمل له فيديو، يعني حاجه بطريقتنا احنا كوميديه وحاجه برده محترمه. يعني عايزين نشوف كده مشهد تمثيلي اتعمل رامز على التليفون معاك. جربتي؟ يعني مشهد اتعمل رامز قبل المونتاج. يعني قبل المونتاج. قبل المونتاج حاجه لينا احنا. ايوه دي بقى المشهد اللي كان ده بقى ايه؟ اشرح لي ده كان ايه؟ دي احنا نازلين من الكوبري. ده كان الكواليس. ده اللي رامز بيعمله في الضحايا بتاعته. نزلهم بقى. تعالى تعالى شويه. ايوه. قبل المغرب 10 كان في قران المغرب برضه زي كده. طبعا المشهد اللي هو ومش ينفع يتعاد. كنت انا اللي بصور المشهد. في مشهد تاني بقى اللي كنا بنشوفه اللي هو بتاع البطه ده. بتاع البطه. بتاع الوحش. بتاع الوحش. لا هو على الفيديو. موضوع البطه ده. كان هو في يعني في ناس كتير عملت الفيديو، فانا حبيت اعمله مختلف شويه. ليه بقى قصدت البطه بالتحديد؟ قصدت البطه اللي هي مش حد يتوقع هو في بطه وحشه، يعني حته كوميدي ويعني هو كده كده المحتوى كوميدي، فحاجه كده تضحك الناس مش اكتر يعني. طب احنا عايزين نعرف دورك برضه، انت عايزين مايك. عايز اعرف انت دورك. انا دوري بطلع كل حاجه، يعني اي حاجه بعملها لها ادوار في ادوار ان انا ممكن تبقى بنتي في دور، ممكن تبقى مرتي. انا كنت متجوز وعملت فرح على عربيه كار وحمار. عملناها فعلا مليون. وفي دور برضه عملناه ان انا عايشين على قدنا، وكنا بناكل جبنه حادقه، الجبنه اللي هي القديمه، وعيش ناشف وبصل. دي عملنا كتير. عملنا تعيش يعني لازم تعيش وتقول الكره دي بعيشتك، يعني كل واحد يرضى بعيشته، محدش يتوتر على العيشه بتاعته. طبعا دي اللي تقصديها برضه ان انت بتوعي البنات. تعيشي وارضي. في حاجات كتير عملناها. حاجات وايه بقى اللي انت توصلوا لحد فين؟ نمثل ان شاء الله. نمثل ان شاء الله. واحد واحد هتكملوا لوحدكم كده بالتيم بتاعكم والناس تشوفوا على السوشيال. كلمة عايزين بقى تشاركوا. لا عايزين نشارك طبعا، عايزين ننفع حاجه ثانيه. مش عارف لينا طبعا. انتوا شايفين ان انتوا ممكن تطوروا مثلا بتاعتكم؟ هو ان شاء الله احتمال كبير احتمال كبير الفيديو بتاع برنامج رامز احتمال يبقى ليه دور ثاني، يعني يبقى جزء ثاني لسه وبرده مختلف. هو قال الكالون في السفون، احنا قلنا الكالون في البنطلون. هي مين اللي كان بيقول الكالون في البنطلون؟ سمير. اسمعها تاني كده. الكالون في البنطلون، انا لقيت الناس كلها بتقول لك الكالون في السفون، فلما كنتش عدلت فيها وعملت الكالون في البنطلون مش كنت عملها. الكلمه دي كان صداها ايه وسط الناس؟ مفاجاه طبعا. ايه الكالون في البنطلون ده؟ وبعدين شد البنطلون، شدينا البنطلون. فالموضوع مش سهل. السر ده عادي، مش السر ده على الارض يعني، بس هو لاغي فكره الارض، يعني مبين ان هو في سيره او ماشي على سيره. هو في مشاهد رامز عملها
بتتعبوا بتعب يعني. طبعا المنتج ده فيه قعدت فيه يعني قسما بالله ثلاث ايام ما فيش نوم تفكير عايز اعمل حاجه. ما كتير جلد رامز وكتير عملها، فانا مش ينفع انزل بنفس فكره رامز، ممكن انزل يعني بنفس الاساس بس اغير فيه. فانا غيرت فيه بحته الكالون في البنطلون. ايوه وفكره انك تنزل في الشارع وانك تنزله من على الحاجه دي ابويا ده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعال يا مرحبا. يا مرحبا يا ابو سمير الشرقاوي الممثل سمير الشرقاوي ان شاء الله باذن الله. لا شيء جميل، هم كده مش بيعملوا طالما مش بيعملوا غلط فهم بيفكوا عن الناس وكده يعني، لكن ما بيعملوش الغلط. طب انت لما بتشوف سمير في الفيديوهات بتحب كده بيجيب رد فعلك؟ يعني بنبسط طبعا لان الناس كلها بتحبه الحمد لله رب العالمين. لان لما يبني الناس تحبه احسن ما يبقى يطلع مثلا كده ولا كده. دكتور عليه افكار معينه يعملها احيانا، انا بعدل في بعض الحاجات بطلبها وبيشاورني فيها وبقول له لا تعملها كذا وبطبقها. طبعا نحمد ربنا سبحانه وتعالى اما بلد فيها ناس كتير يعني مش مظبوطه، انما طالما هم ماشيين في طريق كويس والناس بتحبهم وكل يوم يومات على الله على ناس جايالنا هنا تشوفه وتتصور معاه، دي شيء بيفرحنا يعني الحمد لله. بقى تكملوا في مصر بقى زي اليوتيوبر والناس ان شاء الله. والله يا رب ربنا ان شاء الله في خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يوفقكم ان شاء الله. هتوسعوا تعالوا ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله في تطوير جامد، واللي احنا شغالين عليه ان احنا نعمل حاجه محدش عملها. هدفكم ايه برضو؟ هدفنا ان شاء الله فوق الخيال يعني، هنعمل الفتره الجايه في شغل وفي اداء مش حد يتخيله ولا حد يتوقعه، لان احنا يعني يعتبر مش بننام يعني من كتر التفكير. ربنا يوفقكم وشكرا ليكم. طبعا تعالى حد كنا معاكم في بث مباشر ويعني من قريه سمير الشرقاوي. تعالى يا عم ايوه في فاقوس الشرقيه. طبعا الفيديو اللي جابنا هنا كان فيديو سمير الشرقاوي جاب من الاخر، اللي هو كان على نفس اتجاه ونهج رامز جاب من الاخر. هي حاجه كوميديه عجبتنا. اتفاجئنا كمان ان سمير واصحابه الممثلين وعندهم موهبه فعلا وقدروا يضحكونا. بيعملوا يعني مشاهد تمثيليه بيتكلموا فيها عن قضايا، بيناقشوا فيها قضايا المجتمع بطريقتهم، بطريقه اهل الريف. يمكن فيها مبالغه شويه، ولكن المبالغه دي علشان اللي هو الكوميديا. طبعا احنا خلصنا معاكم اللايف ونشكركم ونتمنى لكم التوفيق كلكم. شكرا لكم.